السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا توفيق عبد اللطيف صادق من لبنان، من بلدة الشحيم. معي دكتوراه الفلسفة في الهندسة، وأتيت إلى مركز ستانفورد لمعالجة أسناني، زرع أسنان وتجميل بنفس الوقت يعني كمان. بعد أن كان لدي مشكلة في زراعة الأسنان، وأتيت إلى هذا المركز وتم معالجة الأسنان بشكل ممتاز وبدقة، وأشكر الدكتور تنفر والدكتورة جميلة والدكتور إليف وكل الذين شاركوا في معالجة أسناني حتى وصلت إلى ما وصلت إليه، وتبين لي أنه يوجد إتقان تام في معالجة الأسنان والاهتمام بالذين يزورون هذا المركز، ودقة ودقة تامة في معالجة في المعالجة والاهتمام في هذا المركز الذي وجدته. وشكرا.